في أوائل القرن العشرين كانت وسيلة الانتقال الرئيسية في مصر هي الحنطور قبل وصول أول سيارة في العشرينات. مع مرور الزمن أصبح مجرد نوع من الديكور اللي بتزين بيه الكورنيش وأيضا مصدر للسياحة في الصيف. النهاردة في واحد من الناس معنا سواق حنطور بسيط بقاله 20 سنة في المهنة، عنده أسرة مكونة من زوجة وولد وبنت وحصان لازم يصرف عليهم كل يوم، رغم أنه ممكن يطلع يوم كامل بالعربية وما يجلوش ولا مليم. كان عنده عربية وباعها علشان يعالج ابنه، ومن صاحب عربية حنطور لسواق عليها. تعالوا نشوف حكاية سواق الحنطور ايه. من الناس النهارده حاج عبد العزيز سواق الحنطور. طبعا احنا فاكرين الفيلم الجميل بتاع مولد الدنيا بتاع الفنان الكبير الراحل عبد المنعم مدبولي، وازاي هو كان سواق حنطور وعلاقته بالحصان وعلاقته بالحنطور مهنه جميله ومهنه راقيه ومحترمه. تعالوا نشوف حكايه عن عبد العزيز ايه. عم عبد العزيز ازيك؟ ازي اخبارك؟ عامل ايه؟ الحمد لله بخير. كله كويس؟ الحمد لله بخير. صحتك تمام؟ الحمد لله. كم سنة شغال سواق حنطور؟ أنا بقالي دلوقتي 45 سنة في الشغل دي. 45 سنة؟ طبعاً جدا، عندي 65 سنة. ما شاء الله. اه. الوالد كان برضه بيسوق حنطور. وجدي كان بيسوق حنطور وأمامي كانوا بيسوقوا حنطور. أنت فاكر زمان الأغنية بتاعت الجوز الخيل؟ جوز الخيل والعربية بتاع ليلى مراد. كان والدي اللي مصور فيها. طب أنت إيه اللي خلاك بقى تكمل مشوار الوالد؟ ما هو عشان أنا طلعت لقيت ابويا شغال في الشغله دي. وبعدين؟ وبعدين شغال معاه دلوقتي، يعني بقى لي 45 سنه ركب متجوز ومخلف من الشغله دي. طب بقول لك ايه؟ ما تيجي ناخد لفه كده بالحنطور ونكمل حوارنا، ايه رايك؟ امرك يا باشا. طب يلا. الحصان ده بقاله عندك كام سنه؟ لا الحصان ده ملوش دعوه، الحصان لما اخذه ده بقاله 3 سنين عندي. لكن انت بتشوف ان المهنه دي تقدر تفتح بيت؟ يعني انت مثلا بتحصلك كام في اليوم في اليوم العادي؟ والله دي ارزاق بتاعت ربنا. دي ارزاق، ممكن اقعد اسبوع ما استفتحش. اسبوع؟ ما استفتحش. وممكن اجي يوم ربنا بيرضيني. يعني مثلا في اليوم العادي تحصلك كام تقريبا؟ ممكن احصل لي لا مؤاخذه 50 جنيه. هو بياكل بكام الحصان في اليوم؟ عشان ياكل مظبوط ب 30 جنيه 35 جنيه. كل اللي انت ما بتشتغلش فيه تعمل ايه؟ بشكك من العلاف. بعدين؟ اعمل ايه؟ وعبال ما يجي لما اخذ الاشهر اللي فيها الشهرين اللي فيها الشغل اهو بناخد من هنا نحط هنا. اللي بنشتغل بيه بنسد لما اخذ علاف، بنسد لما اخذ صاحب للصبل. علينا فلوس من بهمات مننا مثلا وعلينا فلوس بنسدها كده. بنشيل ديل دي وديل دي، هنعمل ايه؟ بس انا قصدي اقول ايه، ان المهنه مش مضمونه مكسبها، لكن هل ده حب الحصان حب المهنه، ولا دي عشان دي الحاجه الوحيده اللي انت بتعرف تعملها؟ لا ما عنديش شغله غير دي، اتقطعت لدي. انت عندك كم ولد وكم بنت؟ انا عندي لما اخذه ولدين. نقف كده ماشي؟ نقف كده كويس قوي. طيب والكبير اتجوز؟ اتجوز ومعاه عيلين. طب ليه؟ شغال معاك بقى في الحنطور ولا شغال في حاجه ثانيه؟ لا شغال نقاش. طب ليه ما طلعتوش زيك يساعدك؟ والله هو اشتغل معايا، بس بقى لا الشغله اتغيرت. ازاي اتغيرت؟ بقى كل من هب ودب يجيب لي عيل صغير يركبه حنطور، يجيب لك مالوش مش شغلته بقى يركب حنطور. يعني الشغله دي ليها اساسيات، فاساسياتها راحت. بالنسبه للاطفال اللي بتركب، العيل مش باين من على الكرسي وراكب حصان، ممكن الحصان يشده كده يوقعه، واهله سايبينه راكب حصان. هنعمل ايه؟ قول لي ايه اصعب اللحظات اللي قابلتك في حياتك؟ والله اللي انت قلت بعدها يعني العمليه صعبه قوي، يعني ربنا يعني يكملها على خير. على خير ان شاء الله. اصعب لحظاتنا قله مكسب الراجل في الشغله دي. ليه لما ما بيكسبش بيبقى قاعد ربنا اللي يعلم بيه. ده عايز اكل، بيت عايز اكل، عيال عايزه مصاريف.
فبنضطر نمد ايدينا ناس اللي يصلوا شوي شوي غلفها تشكك بقلها تشكك قبل ما ربنا يمشي الحال نديله. بيقولوا زمان ما فيش حد بينام من غير عشاء. تفتكر الكلام ده حقيقي ولا فعلا في ناس بتنام النهارده من غير عشاء بصراحه؟ والله الوقت اللي احنا فيه ما استكترش عليه حاجه. ما استكترش عليه حاجه صحيح. ليه النهارده لما اخذ الراجل المبسوط ما بيسالش في اللي جاب. زمان لما كان اهل وكان في بركه وفي ناس بتفهم وفي ناس بركه، كنت لما بتطبخ في بيتك وعارف اللي جنبك تعبان بتودي له طبق طبيخ عشان عياله تاكل زي ما عيالك بتاكل. النهارده اخوك لو جنبك مش هيجيب لك، لو عندك عايز ياخد او ما يديكش. ما عشت على قده هيعمل ايه؟ بس قول يا عم عبد العزيز، يعني انت النهارده ربنا يديك الصحه، اذا ما اشتغلتش بكره هتصرف ازاي؟ يعني انت راجل شغال يعني باليوميه. ملناش معاشات، هنعمل ايه؟ ايه معاشنا؟ بندفع للعربيه دي لمؤاخذه كل سنه 12 جنيه ونص في التامين. طب نهار ما هيدوك تامين هيدوك ايه؟ مش هيدوك طبخه يوم. انت خايف من بكره؟ نعم خايف من بكره، عاد الهم بكره. انا ما اضمنش بكره، انا فتحت مأغمط، محدش ضمن نفسه لمؤاخذه ينام ويصحى. طب وابنك المعاقد هيعمل ايه؟ يعني لو انت قدر الله مثلا ما اشتغلتش او ادي بقى العقده. انت كده جبت لي الايه، عايز من حضرتك الحل بقى فيها. لاني غلطت بيه مستشفيات وغلطت بيه دكاتره ورحت بس ما خلتش. طبعا على قد امكانيات احنا برضه ربنا قدرنا كده ونشوف ممكن يعني نساعد بايه ونعالجه باذن ان شاء الله باذن الله. لان ده عنده يعني عدم نمو، واقف عند سن صغير، عند طفل صغير، عند طفل يعني تكلمه تلاقيه طفل صغير. وبعدين مخ مش مظبوط، كهرباء زياده عنده، يعني اللي النهارده يجيبوا لك بعد سنه، يجيبوا لك بكره ما مش منتظم. وديته تربيه فكريه، كان قاعد في الارض خالص ما بيقومش. الحمد لله دلوقتي بقى يبدل ويمشي وكده. بس عمره تشوفه طول عيل. ربنا يخليه لك ويخليك ليه، لانك انت يعني انت سنده في الدنيا دي. قول لي اخبار البلد ايه؟ نعم اخبار البلد ايه؟ احنا كده بقى هنروح في مشاوير تانيه. لا ولا يهمك، ملناش فيها. خليني في شغلتي. مبسوط يعني؟ الامور تمام؟ الحمد لله، ربنا ما بيبقاش حد من غير عشاء زي ما حضرتك قلت. ايه اللي بتفكر فيه بكره؟ يعني شايف بكره مستقبل مصر ازاي؟ وانت راجل مستقبل مصر عظيم وبين الناس وعايش وشايف يعني. لا مستقبل مصر عظيم عظيم عظيم، بس مش لينا احنا. لمين بقى؟ احنا انقرضنا خلاص. احنا لما مؤاخذه زي ما بقول رجل بره ورجل جوه. انما احنا بندور على عيالنا. نفسك رئيس الجمهوريه اللي جاي يبقى بيعمل ايه؟ يعني يراعي الناس. نفسك في ايه بقى؟ تحلم ربنا يتوب عليا بالشغله دي. زهقت منها؟ اللي انا شفت منها. ما فيش غيرها. ما فيش مفر. لا. بس قول لي بتحب الحصان ده؟ نعم. اسمه ايه الحصان ده؟ اسمه ايه؟ ده اعز حاجه عندي ده. ده اغلى من ابنك تلاقيه. هو بيطوعني، يمكن ابني ما بيطوعنيش. مسميه ايه؟ ها؟ مسميه ايه؟ سعيد. سعيد. سعيد يا نبي واللي يصلي عليه. يعني ده لما بتقول له امشي كده بيقول حاضر، امشي كده بيقول حاضر، بتيجي تقول لابنك حاجه بقول لك حاضر يا بابا. عايز انه ما حصلش. ويكبر. ويكبر. يأذن ويكبر. انت بتحميه كل يوم، بتغسله وبتنضفه وبتأكله. لا دي شغلتي انا بقى ده. ده ممكن بس بتعملها وانت مستمتع شايفك يعني. ما عشان باكل منه، عشان عايش منه، عشان ما بيقوليش لا اما بقول له على حاجه بيسمع كلامي. يبقى ما اخدموش اكتر من نفسي ليه؟ ممكن اهمل في نفسي وما اهملش فيه، بياكلني وبياكل عيالي. اظن احيانا ممكن يكون الحيوان افضل من البني ادم في حاجات كتيره فيما يخص حتى العلاقات الانسانيه، صح؟ والله شوف، صلى على حضره النبي. النهارده ما تتكلش على صديقك لو اخوك. ممكن عندك حيوان في البيت تتكل عليه وتؤمن عليه ويخاف عليك عن البنات. مفيش وفاء اليومين دول ولا ايه؟ لا في، بس فين بقى اهل الوفاء؟ ماتت بقى اهل الضلال. مين النهارده اتكلمه كلمه ويقول لك كلمه صح؟ الصح النهارده وحش والغلط ماشي.
قول لي يا عم عبد العزيز، وانت ساعات ماشي كده لوحدك بالكاريتا كده وبالعربيه وتقعد تدندن كده تغني كده، تغني تقول ايه؟ هقول ايه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. هي فين الوقت اللي يخلي الواحد يدندن؟ خلاص ما بقاش فيها. احنا بقى في كدم، لو حد شتمنا بنقول الله يسامحك متشكر يا باشا عشان امشي. عموما يا عم عبد العزيز انا سعيد اني شفتك النهارده وقابلتك، انت راجل جميل وراجل عظيم كفايه انك انت يعني ربيت ولادك واحسن تربيتهم، وربنا يشفي لك ابنك ويديك الصحه ويعني يقدرك على ما انت فيه. تعيش يا باشا، ربنا يقدركم على فعل الخير جميعا. ربنا يخليك عم تعيش، ربنا يخلي كلنا، الله يخليك ويكتر من امثالكم، ربنا يديك الصحه. زي ما شفنا الحاج عابد عبد العزيز راجل امير وراجل طيب، راجل عشري وراجل ابن بلد صحيح. انا سعدت ان انا قعدت معاه النهارده وسعدت بالقعده الجميله دي، ويعني وده نموذج للمصري الحقيقي. ربنا يديله الصحه ويصبره على ما بلاه ويصبرنا. بشكركم جدا جدا، اطلع مع عبد العزيز.